إلى الأراضي المحتلة، حيث اعتقلت سلطات الاحتلال 13 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية. وزعم الاحتلال أنه تم اعتقال الفلسطينيين بشبهة الضلوع فيما أسموه نشاطات إرهابية، لافتا إلى أنه تمت إحالتهم للتحقيق من قبل قوات الأمن. ووفقا لإحصاءات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، فقد وصل عدد المعتقلين إلى أكثر من 6000 معتقل.